الحكومة الألمانية تحتفل بمناسبة خاصة، عيد الميلاد 65 للمستشارة أنجيلا ميركل. ميركل التي صنفتها مجلة فوربس كأقوى امرأة في العالم خلال السنوات الثمانية الماضية، أصيبت مؤخرا بنوبة ارتجاف غريبة لثلاث مرات. الأولى حدثت في 18 من يونيو الماضي أثناء لقائها الرئيس الأوكراني، والمرة الثانية خلال لقاء مع الرئيس الألماني في 27 من يونيو الماضي. أما الثالثة فكانت خلال عرض عسكري أثناء استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي الأربعاء الماضي. تكرار نوبة الارتجاف لدى ميركل أثار مخاوف الشعب الألماني، ما دفعها للحديث عن أزمتها الصحية لطمأنة شعبها. أنا بخير، لقد قلت مؤخرا إنني أتابع ما حدث خلال استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. من الواضح أن هذه المسألة لم تنتهي بعد، ولكن هناك تقدم، ويجب أن أعيش هذا الظرف لفترة من الوقت، ولكني في حالة جيدة ولا داعي للقلق. تقود ميركل ألمانيا منذ عام 2005، ما جعلها الزعيمة السياسية الأطول خدمة لديمقراطية غربية كبرى، وهي تعتز معتزال الحياة السياسية بانتهاء ولايتها الحالية عام 2021 لتطوي بذلك صفحة السياسة وتتفرغ لحياتها الخاصة.